يقدم الكرة للاعب نوليتو، لاحظوا تمريرها بعرض الملعب إلى نوليتو الذي يصوبها إلى المقص الأيسر، مقوسة صعبة جدا يلمسها تيرشتيجن لكنها تهزمه في الدقيقة 26. هدف أول لسنتا فيجو ونوليتو 5 على 5 أهداف في 5 مباريات حتى الآن، يتساوى مع رونالدو في بالمقابل هجمة مرتدة، كرة مقطوعة من أمام بيكي يمرر فيها الكرة نوليتو إلى أسفل.